التي أيضا نقلت إلى الفترة المسائية. نتابع معكم هذه المسيرة الخاصة بالقعدان إذاعة المهجنات الأصايل هنا أيضا لأبناء هجن أصحاب السمو والشوق. نتابع هناك السهم على المقدمة من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة أبو خليفة سعيد بن سالم لنبي من يتابع هذا الانطلاق المميز الجميل. وعلى المركز الثالث يأتي مدلل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع راشد بن سعيد بن غافرية في تضميره. وعلى المركز الرابع براق هناك لسمو الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي راشد بن نايع بالشاوي الغفلي في تضميره من ينطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس المتعد سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري من يتابعه على المركز الخامس. والمركز السادس أرى العاصفة وهجنها مع الساهر هنا بقيادة غياث الهلالي من ينطلق هنا على سادس المراكز. وفي المركز السابع مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم ضمر مسري بن سالم بالعرضي الحميري من ينطلق هنا على المركز السابع. وفي المركز الثامن وياتينا متعب من هجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وصل الشامخ هنا لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد أن نهيان يمع بن عتيج الرميفي في تضميرة من ينطلق بهذه التحديات على ثامن المراكز هنا أو المركز التاسع، بينما المركز العاشر هناك هجن الرئاسة بقيادة هملول المنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة بهذا التحدي في هذا الشوط المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى السهم المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بقيادة هنا لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي على رأس حربة هذا الشوط المنطلق على الصدارة. وعلى المقدمة براق مرياتينا على المركز الثاني. هذه الانطلاقة الجميلة لسمو الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي بقيادة راشد بن نايع بالشاوي الغفلي من ينطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث مدلل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع راشد بن سعيد بالغافرية في تضميره. والشاهين هنا يأتينا على المركز الرابع، شاهين على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحد شباب المرموم سعيد بن سالم لنيبي أبو خليفة من يقدم بهذه الانطلاقة الجميلة. وصل مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة مسري بن سالم بالعرضي الحميري هملول من هجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل لوهيبي سادسا. وفي المركز السابع ياتي الساهر من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي المنطلق هنا على المركز السادس والسابع المركز الثامن. وصل هنا ياتينا نيشان من هجن الشحانية والذهبي سالم بفاران المري على ثامن المراكز. المركز التاسع هنا هجن الشحانية هنا تاتينا بهذه الانطلاقة الجميلة. هنا ياتينا سحاب هجن الشحانية مع الحوت محمد بن خالد العطية. وعلى المركز العاشر والمنطلق سداد من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ضعناها على حضراتكم. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى السهم المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. السهم من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي
الهلالي هنا من يأتينا على الصدارة وعلى المقدمة. براق في المركز الثاني، براق المنطلق على المركز الثاني بهذه الانطلاقة الجميلة هنا لسمو الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، راشد بن نايع بالشاوي الغفلي في تضميره. المركز الثالث هملول من هجنة شحائي، هناك هملول من هجنة الرئاسة بقيادة علي بن ميل لوهيبي، وهنا سحاب 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 القادم أو نيشان، نيشان يتسلل هنا من هجنة الشحانية مع سالم مفاران. المري من ينطلق في هذه اللحظات الجميلة والتحدي والإثارة، وصل سحاب وصل سحاب من هجنة الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية وشاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر. هناك سعيد بن سالم اللي نبي ووصل هنا أدهم القادم، أدهم أدهم أدهم، وهناك الساهر، هنا هجن العاصفة قدم في هذا التحدي الجميل بقيادة غياث. الهلالي وصل هملول من هجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل لوهيبي، وأرى هنا هنا إرسال سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد في تضمير. الله 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 الله، هذا الانطلاق الجميل، اعود الى الصدارة، اعود الى التحدي، اعود الى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. الله الله الله، هنا 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 التغييرات التي تطرو وتجرو. سحاب من انطلق على الصدارة، سحاب على المقدمة، سحاب هنا من هجنة الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية، والسحاب هنا قادم، السحاب قادم ايضا، هناك 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 نيشان 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 من يتسلل في هذه اللحظات، نيشان من هجرة عانية ايضا بقيادة سالم بفران. المري وبراق براق 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 سمو الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي مع راشد بن نايع بشاوي الاغفلي، ومن الجانب الاخر هناك ايضا الله العاصفة 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 تتسلل في هذه اللحظات براق، وهجن العاصفة هجن العاصفة هناك مع صداد صداد وبراق صداد وبراق. الله الله التحديات، صداد هنا على المقدمة، صداد على المقدمة على المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، براق في المركز الثاني، ثم الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، راشد بن نايع الشاوي لغفلي، ولكن هنا صداد 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 سلام للعاصفة على هذا الأداء المميز الجميل. شكرا غياث الهلالي المركز الثاني، وصل براق ثم الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي المركز الثالث هملول من هجن هناك الرئاسة، وصل هناك رابعا أدهم من هجن العاصفة، وفي المركز الخامس كان من نصيب نيشان من هجن الشحانية من وصل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، دعناها على حضراتكم، وكانت الصدارة والفوز والناموس لصالح صداد من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. من انتزع الفوز انتزع ناموس، انتزع هذا الأداء المميز الجميل قاطعا المسافة في فترة زمنية مقدارها هنا ولحظة وصوله الى خط النهاية بأيضا توقيت زمني مقداره 9 دقائق 5 ثواني 6 من الأجزاء من الثانية. تهاني له ناموس على هذا الأداء المميز، براد من أتى على المركز الثاني في هذه الانطلاقة الجميلة والتحدي والإثارة. براق قاطع المسافة صاحب المركز الثاني هنا في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 6 ثواني و5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، شكرا راشد بن نايع بشاوي لغفلي، بينما ثالث المراكز كان من نصيب هملول من هجم الرئاسة بقيادة المضمر الظافر علي بن ميل لوهيبي، قاطعا المسافة في 9 دقائق 9 ثواني 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.